مزيد انضم إلينا هاتفياً الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن. أرحب بك دكتور عمرو. أهلاً وسهلاً يا فندم. أهلاً بك. كيف تابعت الاحتفال اليوم بيوم القضاء المصري بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ والله خليني يعني أهنئ كحزب حماة الوطن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري، وده تقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة والتي أرسلت قواعد العدل حققت المساواة بين أبناء الشعب الواحد. وخليني النهاردة أؤكد أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها دعم وتطوير المنظومة القضائية من خلال إصدار العديد من القرارات اللي ساهمت في الإسراع بإجراءات التقاضي، وده يمكن في إطار ميكنة خدمات الدولة واللي من ضمنها القضاء، وده يمكن عشان يسهل على المواطنين إجراءات التقاضي وتعديل بعض التشريعات التي كانت تعيق عملية التقاضي. ويمكن النهاردة الرسائل اللي أرسلها سيادة الرئيس اللي من ضمنها عدم التدخل بشؤون القضاء وقاعدة ذهبية لا يمكن أن نحيد عنها، وإنه المكانة المرموقة لمؤسسة القضاء لما تنشره من سلام مجتمعي وعدالة هي رسالة يجب أن يفهمها الجميع ويعيها المجتمع كجزء من نشر الوعي المجتمعي وإلحاق المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة. أعتقد ده جزء لا يتجزأ من منادات سيادة الرئيس بتمكين المرأة في وظائف كثيرة بالدولة، وإنه دعمنا لتقلد المرأة لهذه المناصب هو دعم لسياسات الدولة بل ودعم للرجل في كل مكان هي خلفه وتسانده بل وتعضد من مسؤوليته. يمكن الرسائل كثيرة ولكن كلها كانت تعني الكثير اليوم. شكرا جزيلا الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، كنت معي هاتفيا من القاهرة.